السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. السبت والحد كالعاده عارفين يوم الاكل الخفيف السريع البسيط، لاي حد يخش المطبخ يعمل ثلاث اكلات اسهل من بعض. نحاول شويه كمقدمه كل اسبوع بنحاول نقلل شويه من الطبخ اليومي، من الاكلات الكتير او من الاكل الشرقي المستمر او المصري او العربي شويه. بنحاول برضو ندي حته للي بيحب الافرانكا شويه. يعني ايه الافرانكا؟ يعني ناس كتير بتحب الحاجات الايطالي، ناس تحب الفرنساوي، ناس تحب الامريكي المكسيكي الهندي اللبناني. دي كلها حاجات برضو لازم نشتغل فيها ولازم نعملها لحضراتكم بشكل بسيط والتركيبه تكون مختلفه ونحاول نمصر الامور. زي النهارده مثلا عندي اكل ايطالي. الايطالي مش مكرونه بس، يعني الاكل الايطالي مش بس مكرونه وبيتزا، اكيد في حاجات كتير جدا احنا كمان كمصريين بنطلبها في بعض المطاعم او بنحاول نعملها في البيت بشكل واخر وحاجات بالشكل ده. انا برضو دوري مع حضراتكم اطور الامور او اوصلها باللي موجود. هو ده اللي هتكلم عنه النهارده ان شاء الله مع حضراتكم. عندي ثلاث اطباق اربع اطباق اسهل من بعض. رقم واحد عندي البيكاتا، ولكن هعملها بطريقه مختلفه شويه اللي هي بالصدور التركي. البيكاتا الايطالي دايما بتعمل بيكاتا بالطريقه اللي هي باللحم البتلو او البولو بيكاتا اللي هي معموله بصدور الفراخ. انا هعملها النهارده بصدور الديك الرومي مع كل حاجتها، مع الديمجلاس، مع المشروم، مع تعفيره الدقيق وتشويحها بالزبده والزعتر. هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثاني عندي سلطه كلنا بنعشقها وكلنا بنحبها كويس قوي، بنروح نطلبها في كل الاماكن، تشيكن سيزر سلط او سلطه الخس مع الفراخ المشويه بالصوص المميز اللي هو سيزر سلط صوص. هنعمله معاكم من اوله لحد اخره بالكابري والخيار المخلل والثوم والمايونيز والجبن البرمجان والليمون والملح والفلفل الابيض. هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثالث عندي شوربة المينستروني أو شوربة الخضار مع البقوليات الإيطالية. هنشوف بتعمل إزاي برضو مع حضراتكم بكل حاجتها، إذا كانت الفريش أو اللي بتيجي جاهزة زي مثلا الفاصوليا الحمراء دي بتيجي علب، أما الكوسة، البطاطس، الجزر، الكرفس، المكرونة، الطماطم، سلطة الطماطم، كل ده عندنا فريش. هنشوف بتعمل إزاي. نعمل كمان لقمة حلوة جدا اللي هي الجارليك بريد أو لقمة العيش بالثوم. انا مش هعملها بالثوم ساده، هحط فيها زيتون واحط فيها طماطم احط فيها مشروم، هروقها بزيت الزيتون. هنشوف برضه بتعمل ازاي مع حضراتكم يوم ايطالي لطيف خفيف. بس بعد الفاصل اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم النهارده مع حضراتكم على الاكل الايطالي او على الاكلات السريعه البسيطه. انا هعمل النهارده الشغل بتاعي كله اطباق، طبق الشوربه، طبق السلطه، طبق اللحمه او البكاتا، طبق العيش، حاجات كلنا بنحبها. وحلاوه الاكل الايطالي ان هو سريع جدا وسهل في هضمه وفوائده كتير كخضروات او بقوليات او معجنات. يبقى دايما الحاجات بتاعته تحس ان هي ايه لطيفه قوي كده وبتاكل بشكل سريع، وهو ده المطلوب. هتبل البيكاتا الاول، هعيد المنيو سريعا مع حضراتكم. عندي بيكاتا النهارده بالمشروم صوص، وعندي كمان تشيكن سيزر سلط او سلطه الخس مع صوص السيزر مع الفراخ المشويه. وممكن طبعا البديل ليها ممكن احط لها جمبري او نعمل لها اي طريقه ثانيه لو حبينا. وعندي شوربه خضار لطيفه جدا تتعمل بالطريقه الايطاليه. وعندي كمان العيش اللي هو بالثوم، العيش اللي هو الفرنساوي ده او العيش الناشف، بنعمله بطريقه حلوه جدا لحضراتكم محمصه. بعض المطاعم البيتزا دايما لما تيجي تبيع لك بيتزا بيبقى ليها عندها اوبشن ان ممكن تاخد الجارليك بريد اللي هو بالثوم فقط لا غير. انا النهارده هطوره وهعليه شويه، هعمله بالزيتون والمشروم والطماطم والسقننه. هنشوف حاجه حلوه ان شاء الله مع حضراتكم بسيطه جدا. طيب بسم الله، اول طبق هنتبل البيكاتا. البيكاتا تتبيلتها عندي ثابته. ممكن اعمل نفس الطريقه دي بالفراخ، وممكن اعمل نفس الطريقه باللحمه البتلو، وده الطف حته لحمه ممكن نطلع منها حته بكاتا اللي هي بتبقى على نص كفه الايد او على نفس المستوى ده يا شفيق. بص اهي، شوف عملت ايدي اهي ازاي، هرفع كده اهي نص كفه الايد، هي دي الحجم في كل حته قدام حضراتكم اهي بالشكل ده. ده صدور الديك الرومي، صدور الفراخ او قطعه اللحمه البتلو اللي هي بتبقى ناعمه جدا ولطيفه قوي. تتبيلتها عندي عباره عن ايه؟ بجيب عندي حبه ميه بصل كده، وعندي حبة زعتر، جميل، وعندي سنة ملح وحبة
بابريكا بصوت كده، وكمان حبة فلفل اسود، وكمان ليمونة في النص كده، عصير ليمون يديني مزازة مع الزعتر. وحبيت اديها فص توب، ما عنديش مانع، ما حبيتش ممكن ادي تاتش بسيط يعني كده اهو، اهو شايفه شفيق، او باودر لو حبيت. بجيب البكايتة دي الاول، ابدا انزلها في قلب التتبيلة دي واخليها تتعايش مع نفسها شويه، مع الزعتر مع ميه البصل مع التركيبه دي كلها واحده واحده، تتساب لها ربعايه نصايه حسب اللي احنا عايزينه يعني، تشرب بس من التتبيله بحيث لما تتعفر في الدقيق تكون فيها طعم مش شكل بس. طبعا اكيد ميه البصل مع الثوم مع الزعتر مع البهارات، كل الحاجات دي كلها اكيد هتبقى عاليه جدا. نزود لها كمان من عندنا سن البهار لطيف كده، بحيث ان انا شايف البهارات دي برده يعني الفلفل الاسود مش كافي. هنا بقى الحاجات اللي بنمصر بيها احنا بقى حبه البهارات دول، حتى يخلوا ميه البصل متلونه مش بيضه كده، تحس ان انت بتشرب شوربه سبع عصفور. لا انا بحب الحاجه تبقى مبهره ومطعمه كده مع الليمونه مع حاجاتها كلها. نسيبها شويه ونخش في اللي بعده، الشوربه. الشوربه اللي هبدا فيها دلوقتي مع حضراتكم في الاول عشان خاطر هي بتاخد وقت شويه، وكمان مش وقت والله ولا حاجه، ولكن عشان تاخد وقت في غليانها وتسويتها وتبقى بالترتيب يعني. ترتيب الشوربه معايا بديها عندي الكرفس والكرنات وكل حاجه، وبنزل بخضرواتي اذا كان الكوسه او الجزر، بيبقى برضو اذا كان عفوا البطاطس او الجزر بياخدوا وقت عن الكوسه، الكوسه ما بتاخدش وقت خالص ويمكن تتحط في الاواخر لان هي ضعيفه جدا في تسويتها، زيها زي المشروم او الفاصوليا الحمراء او الكرفس او الكرات والتركيبه دي. عندي الحله هبدا هشتغل عليها واحده واحده كاني بعمل شوربه عاديه جدا بالكرفس على الكرات. بسم الله كده اهو، مع البصلايه الحلوه دي واشوحهم الاول مع بعض. تديها ايه؟ هديها زبده وهديها زيت وهديها صلصه طماطم كمان، هي دي المنستروني بطريقه بسيطه جدا. ادي حبه الزيت وانزل على طول بمكعب الزبده، اشوح حاجتي عشان اخد طعم من الاساس. تشويح الشوربه هو اهم حاجه في الطبخه يعني، الشوربه سهله تسويتها او في تركيبتها، انت بتحط دي على دي هتبقى شوربه، عندنا مرقه ما عندناش مرقه، هيبقى في ميه حتى وفي مكعبات، ولكن الفكره لما بنأسس طعم الشوربه من الاساس، حبه الكرفس على الكرات مع البصل هم دول زي ما بنسميها بالبلدي كده الراس او تركيبه الهيد بتاع طبق الشوربه في اساسه. بقلب كويس جدا بالشكل ده كده اهو، اتقلب او بحس ان هم دبلوا، شايفه مشافيق كده اهو، دبلوا بقوا دبلانين شويه كده يعني. بنزل اول حاجه عندي بالجزر، التسويه الصعبه شويه، بقلبها شويه برده معاهم، واجي برده اروح اصفي حبه الميه دول اهو شايفهم. بحاول دايما لما اجي اقطع بطاطسايه ما اسيبهاش من غير ما احطها في قلب الطبخه بتاعتي، غير ما تكون على الاقل واخده لها مثلا نص ساعه على ما اخلص حاجتي، ما اسيبهاش لوحدها، لازما احط لها حبه ميه ساقعين بحيث ان تحفظ درجه الحراره بتاعتها وتبقى برده نفس اللون ما تسودش، لان البطاطس لو سبناها من غير ما نحط لها ميه هتسود زي الموز تماما. انا بجيب لكم بس ايه اقرب مثل للفكره. بقلب كويس بالشكل دوت. طبعا عندي مكرونه، ولكن المكرونه احطها مش مسلوقه، احطها نيه وهتتسلق في مرقه ال 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 الشوربه بتاعتي وهشتغل بيها واحده واحده. ما عنديش النهارده مرقه بالفعل ثابته، ما عنديش مرقه فراخ، ما عنديش مرقه لحمه او مرقه سمك، هضطر ان احط عندي مكعبين مرقه خضار اهو ما شايفين. انا عندي بحب اعمل المرقه خضار دي او المرقه مكعبات عامه، بشتغل بيها كبهار، وبرده لما باجي احب اشتغل بيها في فكره ان انا اعمل شوربه من النوع اللي بشتغل بيه، بعتمد اكتر على الخضار اللي عندي. الخضار ده تلاقي شوربه خضار وهدعمها بمكعبين مرقه خضار برده، يبقى الامور ماشيه في نفس السكه وواحده واحده. بقلب كويس جدا الخضروات بتاعتي. هنا ممكن بقى العب لعبتي، انا بقول هحط لها طماطم شيري في الاواخر كده كده، ولكن ممكن احط لها طماطمايه مبشوره لو حبيت، ممكن احط لها طماطمايه مقطعه برنواز ناعم قوي لو حبيت، ده كله اوبشنال. طب ليه معلقه صلصه طماطم؟ تديني لون، تلوني المرقه، المرقه ما هياش كلير، المرقه بتبقى ليها لمحه كده حلوه محمره تديني يعني طعم كويس، ما بتحسش وما بتزودش كتير في الدهون عشان ما تبقاش على الوش كتير، وما نزودش كتير في اللون عشان برده ما تبقاش حاجه مستفزه تحس بتشرب شوربه طماطم. مش اهي المعلقه اهي يا شفيق، شايفها؟ اهي كده اهو،
انت سايب الكاميرا وبتبص معايا انت، شايف يا شفيق بيعمل ايه؟ ماجد مش موجود على الكاميرا، خدت بالك؟ حب شفت المستوري شكلك ها؟ طيب ادي بقلب معلقه صلصه طماطم ومش كتير. ليه بقلبها مش كتير بقى؟ علشان خاطر ما اخليش الامور تتسبك معايا واخش في مرحله التسبيك وتبقى تقيله معايا شويه، لا اكون حريص شويه في فكره صلصه الطماطم دي. بسم الله كده لطيف، كميه معقوله مش كتير. وهبدا احط عندي بالمره مكعبات المرقه، ادي واحد ادي اتنين، اعملوا معايا برضو. ادي لون الشوربه يا شفيق اللي اديك عليها من شويه، جه من اين؟ هوريه لك دلوقتي. عامل كده اهو، اقلب احط عندي، لو احب احط عندي كوسه احطها في الاواخر عشان خاطر كده كده هتستوي في النص. المكرونه اصبر عليها شويه، لما اخد غلوه هحط المكرونه، والفاصوليا الحمراء بالمره مش مشكله كده برضو تنزل. اما موضوع البقدونس والطماطم الشاري والمكرونه خليهم بعد اول غلوه، هوريك شكل المرقه عامل ازاي. يا شفيق عليك في المسجل، هتنومني قاعد في صمت غير طبيعي. فين يا سيدي المزيكا وفين الناس اللي بتكلمني؟ انا عارف مفيش تليفونات بس ما تبقوش كده يعني، ما هو صوتي بسمعه بحس ان انا بتكلم مع نفسي، ده مش لوجيك ولا ايه؟ بص كده ادي لون المرقه، شايف؟ هو ده. سيبها بقى لون الميه ولون الشوربه بتبقى كده، سيبها تاخد غلوتين وبعد كده نبدا نحط لها المكرونه، بس كانت كبيره او صغيره حسب اللي احنا عندنا، وتاخد وقتها. طماطم شاري المكرونه، وهحط لها كمان في الاخر جبنه ولكن مش دلوقتي. تعال نستغل وقتنا، احنا خلاص تبينا كويس قوي فكره اللحمه او البكاتا او فكره صدور الفراخ او الديك الرومي، هنتبينها دلوقتي واحده واحده بتعفير الدقيق. عملت انت ايه لما انا كلمتك يعني؟ انت عملت لي ايه؟ يعني قول لي انت عملت ايه لما شغلت المزيكا يعني على اساس ان هي هنام عليها يعني؟ وانا مش عارف انت عايز ايه مني. انا قلت لك انت اللي مقضيها على بولة. ايه؟ لا يا عم، وانا حد وانا جاي اغني يا ابني؟ انت ليه فاهمني غلط؟ خالص يعني بيني وبينك انا خلينا نتكلم بس، انت عارف انا مسجل معايا يعني كده. نعم؟ يا سلام تعرفني يا مش ضدك خالص، بس طبعا يعني ما تبقوش يعني ايه. طبعا بنتكلم كل حاجه، ولكن خليكم كده معانا اهل كفر عسكر، ما تبقوش كده يعني ولا ايه؟ تعفيره الدين دي بقى يا شفيق تعمل ايه بقى؟ هعتبر نفسي ايه؟ قال ايه؟ شفيق معايا مداخله تليفونيه وشفيق مشاهد وبتاع، هسال نفس السؤال اللي ممكن المشاهد يساله، اللي هو ليه بتعفرها بالدين؟ بص بقى، تعفيره الدين بتعمل طبقه على وش حتة الفراخ أو حتة اللحمة ويتحمر معايا الزبدة، واللي ينزل من الدقيق كمان هيعمل بيه صوص اللي هو الديمي جلاس. هعفرها واحدة واحدة كده، شوف شوف النمط اللي أنا شغال بيه في المسجل عامل إزاي؟ نمط غريب قوي مش نمطي، يعني بص هادي جدا أكني يعني بقى كده يعني. طبعا مفيش حد في الدنيا بيعمل اللي أنا بعمله أو بيقول اللي أنا بقوله ده. لا قلشت منك دي، والله ما قلشت منك. قالك مش ممكن تتبل الدقيق احسن، حط عليه ملح وفلفل؟ لا ما ينفع. بص تبلت الدقيق دي لطيفه وكل حاجه، ولكن لما بتكون برضو اضافه مش اساسيات يعني. ما ينفعش اكون بشتغل النهارده بفراخ واتبلها واتبلها بتبلت الدقيق، لا لازم الحاجه تتبل الاول. حتى الفيجيتار ما يتبلش برضو يبقى اساسي، لازم الحاجه تتبل لوحدها وبعد كده نشتغل بيها برضو تتبيله او مش بتتبيله حسب يعني. تعالى بقى نبدا نشوح فكره ان قرمشه دي في الفراخ او في فكره التحمير او حاجه ثانيه، ولكن هنا مفيش قرمشه، هنا في لون بني هيجي من حبه الزيت كده مع زبده. علي النار عشان نشوح على لطيف. والله انت اللي عايز تشوح يا شفيق مش انتار. عندك شوحنا. ادي الزبده تسيح بقى نوت. حلو الكلام. ممكن نغير العين دي، نروح على العين الاوسع شويه. الشوربه شغاله، شايف الكلام عمنا؟ لطيفه جدا، عايزه تبهيره. الشوربه عايزه تبهيره. بخش فلفل اسود كده.
وحبه ملح، ونعمل حسابنا هنحط الملح هحط لها جبنه كده كويس، وسيبها شويه. دي بقى لازم تسخن كويس عشان خاطر دايما لما بنحط البيكاتا او بنحمر عايزين ناخد لون، اللون ده بيجي نتيجه القرمشه او التحميره من الزبده وسن الزيت، وبعد كده بنرفعها تاني نحطها على طبق تاني، وبعد كده نبدا نشتغل بيها بفكره اللي هي تكون بقى صوص، واللي يقع من الدقيق او الدقيق اللي يقع من فكره البيكاتا هو ده اللي بيشوح لي بقيه الصوص. بولع الشوايه عشان خاطر اتبل بالمره الصدر بتاع الديك الرومي او صدر الديك صدر الفراخ اللي انا هشتغل بيه بتاع التشيكن سيزر سلطه. هتبل الصدر ده بطريقه بسيطه جدا وسهله قوي. نفس الطبق، حبه ميه البصل، شايف الصدر عامل ازاي؟ شايفين كده اهو ماشي الكلام. حبه زعتر لطاف، هبدا بس الاول نحط البكاتا وبعد كده نرجع نتبل تاني على الزبده او مساحه كده مع الزيت عشان خاطر ما تتحرقش قبل ما احط الايه الدقيق. نفضي كده اهو، ماشي يا عمنا، واضح هتيجي على دي، حط دي كمان كده بس خلاص. حلو كده يا عمنا، لحد كده احنا لطيف جدا. نرجع لتتبيله الزعتر مع الملح، ميه البصل مع حبه بابريكا، حلوين هم دول اللي هيحمروا الامور. ممكن نحطها على الطاسه او على الشوايه حسب، نعملها على الطاسه ولا على الشوايه؟ انت عايز الشوايه عشان تولع نار وتعمل نمره، انا هعملها على الطاسه بقى. طبعا بتاعتي يا اخي، انا اللي بعمل اكل مش انت يا اخي. انت عايز تعمل حكايه ولع شوايه وفحم ونبعت نجيب فحم ونعمل القصه دي كلها ببلاش؟ لا طبعا دي بتاعتي انا. تعال الاول نتبل دي كده اهو، وش وظهر، وتقعد شويه في التتبيله مع البابريكا مع الزعتر مع الملح مع الفلفل، ونديها كمان سن التومه بالزيت بتاعها اهي كده اهو. يعني انت عايز اشغل الطاسه على حته واحده وما اشغلش الشوايه على حته واحده؟ والله بتهرج الشوايه عادي. ها شوف التومه عامله ازاي مع البابريكا. طبعا التتبيله دي بعد ما احطها على الشوايه ابدا اجيب فرشه واسقسق بقى بيها. اعمل ايه؟ نسقسق. ايوه هنا بدا اللون يجي لي اهو اللي انا عايزه. لون الجولد. شايفه يا استاذي؟ ما نسيبهاش كتير تتحرق. كل ما نحطها شويه في التتبيله ونسيبها كل ما يحلو لونها اكتر وكل ما يثبت الدقيق عليها. هنا ممكن نحط المكرونه خلاص. اهي شايف المكرونه؟ كده. والمكرونه هينزل منها سنه نشا، فسنه النشا دي هتبدا تربط لي سنه للشوربه. الشربة شكلها من دلوقتي ما شاء الله عليها. شوف يا هندسه، شايف الامور؟ الكوسه والجزر وكل حاجه واضحه جدا. طبعا هي هتتغرف كده، سيبها شويه، وده كمان هيتساب شويه ياخد طرقعته، وده كمان نبدا ننزل بالمره على الشوايه، وهطلعك فاصل اصبر كده اهو. ننزل الاول على الظهر بسم الله، وهنا هنبدا نجيب الفرشه ونحط كده جنبنا التتبيله الحلوه دي المتبله دي، ونبدا كده ايه كل شويه نعمل كده. بص شايفين؟ انت من حضرتك بس عشان ما تنشفش مننا. وهنا نبدا برضو نحمر وش وظهر للبكاته بتاعتنا. ماشي الكلام؟ انا كده لو عايز اطلع فاصل براحتك بقى، ما عنديش مانع خالص. اتفضل. We'll be right back.
اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا محمرين البكاتا وسايبين الشوربه تاخد وقتها. نبدا نعمل الصوص بالمره في نفس الطاسه الملسوعه دي يا شيخ. تعالى كده اهي، ادي بصلايه وتحورها كويس قوي مع البصلايه كده مع نفسها، مع ايه؟ مع اللي وقع من الدقيق اللي فيه زبده في نفس الطاسه اهو. شوحها كده شويه، هي دي اللي هنعمل بيها الصوص، او هي دي اللي هنجمع منها الصوص. ونعللها كمان بحته زبده كده. الشوربه دي خلصانه، نديها حبه طماطم شيري ريحتها ما شاء الله كويسه، وغلوه كده كمان بالمره ونغرف على طول، ما عنديش اي مانع خالص. نرجع هنا للصوص، اشوح حبه الزبده، حته الزبده دي مع البصلايه، ماشي يا عم شفيق كده. ونبدا نجيب الديمي جلاس ونفكه بالميه السخنه او بالمرقه لو عندي، يعني قشطه مش هيقولي لا. ادي حبه الديمي جلاس البودر ده، شايفه هندسه. ونيجي كده نجيب المغرفه دي ونروح ناخد حبه ميه، بسم الله كده اهو كده اهو. مش عارف ليه الروحه دي، كنا جبنا الحله وصبينا مره واحده. نعم كده كفايه ولا انت كفايه رايح جاي؟ اه تفه. حط بصلايه بقى، خلاص حطينا بصل، حط حبه المشروم يتاخدوا سوتيه في النص، سوتيه ما يكملش يعني اهو كده اهو مع البصلايه. الشوربه دي خلصانه، نطفي النار بتاعتها عشان ما تسهرش علينا اكتر من كده. نجيب مضرب نقلب كويس قوي الديمي جلاس ده هنا قبل ما ينزل على المشروم. ليه؟ عشان هيكلكع، عشان هيخرز، عشان احب نصف تاني. فمن الاول هنا احسن لنا نعمل العمليه دي على السريع، اذا كان بميه سخنه او بميه ساقعه او بمرقه او ايا كان الموضوع. اللي احنا مستريحين فيه او نقدر نعمله احنا ما عندناش مانع خالص ان احنا ننفذ بيه على طول. اهو كده اهو، ونيجي على طول ما نستناش بقى المشروم لما يتلسع اكتر من كده. بسم الله اهو. سيب بقى المشروم يستوي هنا مع الديمي جلاس. وتروح عامل ايه بقى كمان؟ خلاص كده اهو تمام، بدا يتقل اهو، شايفه؟ شايف؟ اهو. تروح جايبين ايه بقى؟ جايبين على طول البكاتا، نفس الموضوع اللي رجعناها تاني في قلب الايه؟ الطاسه بتاعتها. اهو. شوف بقى كده يا عم شفيق، قطصها كده شويه. اهو. قمت ايه؟ عايش، نديها كريمه ونروقها وكل حاجه، ولكن ممكن نديها حبه لوش مرقه كمان. بس بقى يا عم هناخدها هناك، هناخدها هنا. اهو. سنه كده عشان الصوص بس ما يتقلش بسرعه. ونهدي كده، ايوه خمسه، ونحط كريمه. تعال نبص على حته الفراخ دي، بسم الله. شوف الفراخ عامله ازاي المشويه، سقسقها كده بالبابريكا والتومه والزعتر وكل حاجه. ده كده تمام، ناخد غلوه واحده، حط حبه الكريمه. حلو الكلام لحد كده؟ حلو. نشيل بقى كل العده دي عشان نخش في اللي بعده. سيب دي لدي، الشوربه خلصانه نغرفها بالمره عشان ما نقعدش ايه نزود على حضراتكم مواعين كده اهو. نجيب منديل نروق الاول مكان، ماشي الكلام. حبة الكريمة اللي لباني على الوش يا عم شفيق، يفتحوا شوية الصوص اهو، ماشي كده اهو. ده على غير فرق، شايفها عمنا؟ بس وهنا كده بس نشيل ايه؟ نروق نفسنا عشان نخش في اللي بعده على طول. نعمل صوص بقى كمان دلوقتي، صوص السيزر. صوص بقى السيزر ده بقى حكايه تانيه خالص، كلنا بنعشقه، نحب الصوص السيزر ده. عايزين نعرف نعمله ازاي ونشيل ونحط ايه وايه البديل اللي ممكن نعمله. في ناس بتحبش الخيار المخلل، في ناس بتعرفش ليه الكبري اتحط اصلا، في ناس تقول لك ليه جبنه برمجان غاليه، ده كله نتكلم فيه برضو مع حضراتكم. تعال نحط الشوربه اهو يا هندسه، شوف الشوربه، بسم الله. اه انت فين؟ بسم الله. اه ها بتقول انت ايه؟ ما تمشي سلطانيه، المهم انت كاميرتك فين يا معلم؟ سيبك من ما تمشي، الكاميرا ثابته والسلطانيه بتمشي، يبقى الكاميرا تمشي ولا سلطانيه؟
أمال إيه؟ يا جاي تهزر؟ ماشي الكلام، ديول حبة شوربة زي الفل. ماشي الكلام، هو إيه اللي بيصرخ ده؟ ماشي. دي كده خلصانة. بكده دي عايزة حبة باستا بقى. والعب. دي كده على الغرفة على طول. حلو الكلام؟ تعالى بقى كمان نبص على الفراخ بالمرة. شوف الفراخ عاملة إزاي؟ فراخ لطيفة جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي بالمره؟ تيجي نغرف المره البكات عشان ما نشافش مننا نقعد نسخن فيه تاني؟ صح؟ صح. عاد نعم. ايه؟ بص بقى الصوص البكاتة انا مش سامعك، ناقص لي عيش التوم يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت عايز ايه يعني مش فاهمك؟ ايه يعني السؤال رايح لايه؟ ايوه انت بتسست من الفاصل عليك يعني. بص حبه الجبنه دول وما تسكتش. لا الايطالي بقى يحب الريحان. هنسقطه. شوف بقى كده ريحان مع جبنه مبشوره. انسى ده. الطبق التاني ناقصني بقى. انا بقى عم شفيق تسالني بقى يعني ايه؟ ما تحاولش ايه تقول حاجات مش على لساني. ناقصني هعمل الصوص السيزر ولما نرجع نعمل التوم، ولا ايه رايك؟ أو ندخل السيزر نعمله ونقفل بعد الفاصل، إيه رأيك؟ أنا بحاول أساعدك، عشان خاطر طبعًا التوب هياخد وقت في الفرن. واخد بال حضرتك؟ فنعمل التوب قبل ما نطلع الفاصل ولما نرجع نكون طلع من الفرن، حلوة دي؟ هفضل كده لحد إمتى معاك مش فاهم. تمام جدًا. تعالى نعمل صوص السيزر بقى. ندلعه بقى ونشوف هنعمل فيه. بص بقى يا سيدي. ده العيش الكرتون. اللي هو العيش. بص كده يا عم شفيق، شايف العيش ده؟ كلنا عارفين ده بيبقى مع الشرب، حط على وش خاص بتاع السلطه. والسلطه خاصه فقط لا غير. مفيش حاجه اسمها سلطه معاها طماطم وفلفل الوان وخيار زي ما احنا بنشوف في بعض المحلات، ده كلام فاكس ومش صح. بس هو اضافات مش عيب، بس نعمل الصح ونتكلم على كده على ايه؟ على الاضافات. تعال نجيب حبه الكابر دول. دول بيتباعوا في برطمان في السوبر ماركت جاهزين. اللي بيحبه وعارفه هنعرف نجيبه، اللي هو الايه؟ الكبري. خيار مخلل زيه. اهو. ماشي الكلام؟ فصين توم. اهو. حلو الكلام؟ لحد كده احنا زي الفل. معلقتين كبار مايونيز، نجيب بس الاول حاجه كده، ايوه. سكليبر. معلقتين كبار مايونيز. ماشي الكلام؟ حد كده زي الفل. من عندي اخفف المايونيز بايه؟ معلقه زبادي من عندي انا دي. ماشي الكلام؟ فين؟ جرشه فلفل اسود. حلو الكلام لحد كده. وكمان بعد ما بدنا بنديله جبنه بس واحده واحده عشان بس ما يبقاش كله مره واحده. نجيب عندنا الليمون وزيت الزيتون. ادي الليمون، عصرتين ليمون حلوه كده، وحبه زيت زيتون. ممكن لو احنا شايفين ممكن نديله حبه خل لو حبينا، ما حبيناش يبقى الالطف زي ما احنا ماشيين كده واحده واحده. صوص سيزر سلطه. ما تقعدش بقى كوبايه بتاع الازازه وقعت يا عم. هنعمل ايه يعني؟ ما انت اللي بتقعد تخمنا. توقع الحاجات وتتكلم معايا في الاخر تقول لي وقعت الحاجه ليه؟ نعم. خفيه دمك دي يا شفيق، هتوديني انا في داهيه. مش انت، هتوديني انا. ماشي يا عم شفيق حاضر. انا لو وقعت الازازه مش انت يا سيدي. هنشيل السكينه دي. حلو الكلام؟ كلام جميل. وهنجيب بوله فاضيه عشان نوضح، ولا اقول لك يعني نغرف على طول في بوله عشان ما نقعدش ننقل ونهدر الحاجه. ماشي. السوسير الوسط دي لطيفه وجميله اهي. نحط لها بس حبه جبنه كده اهو، شايفهم؟
ونقلبهم مع بعض قبل ما نطلع من الكبه. اه عشان تبقى حاجه مظبوطه. اه ونطلع كده الصوص. اه شوف الصوص. في ناس ما بتحطش عليه زبادي، في ناس تكسره بزبادي، دول هقلب فيهم بقيه الحاجه. يعني مثلا هاخد حبه خس من دول. بص يا شفيق ركز معايا في ده كده، حبه ماشي، والباقي ده هنشتغل بيه. يعني الباقي ده هيتحط في الطبق، نقلب بيهم كده دول ماشي اهو، دول هيبقوا في ارضيه البوله بتاعت الغرف. سيب دول كده على جنب، ودي على الوش برضو معاهم. الجبنه والفراخ جاهزه والعيش جاهز. تعال نحط العيش بقى التاني في الفرن عشان نطلع الفصل واحنا ايه مطمئنين كده. مطمئنين بمعنى ايه؟ ما نتاخرش قصدي في الرجعه. طماطم مفرومه، زيتون مفروم، مشروم، عيش ناشف. هنجيب عندنا فرشه، حلو الكلام، ونجيب الزيت بالثوم. ماشي يا عم شفيق اهو، هو جارليك بلند بيتعمل كده بس اهو، ادي الزيت ويتعمل كده ماشي الكلام اهو، يبقى محمص بالتومه والزيت بتاعها. ماشي يا عمنا. انا هعمل له ايه بقى؟ هزود له من عندي خلطه. الخلطه دي فيها سن التومه مفرومه بقى مش زيت بس، اهي سن التومه مع حبه المشروم مع حبه الزيتون مع حبه الطماطم مع حبه بقدونس، الوان جميله. ونقلب كل الكلام ده كله، مفيش ملح ولا بهارات ولا الكلام ده خالص، هي كده الخلطه دي كده عامله زي بتفكرني عارف بيها يا شفيق؟ البيتزا البلدي فاكرها؟ حط عليهم بضايه وحط على ايه؟ على وش الفطيره، يبقى بيتزا بلدي. فاكرها؟ ايوه. ايه انت عمرك اكلتها؟ اكلتها يعني؟ اكلتها كانت بكام؟ وفي مصر كمان غير اسكندريه، في القاهره. انا فاكر بقى كانت بجنيه والبيتزا بجنيه ونص. فاكرها؟ انا اكلتها كده زي اكلت كيس الكشري بربع جنيه، انا كده. بص بقى اهو، شوف ده كده اهو ماشي الكلام. عندي تو اوبشن كده، واحط عليها حبه جبنه. شوف بقى يا شبيه الدلع، اخش الفرن او كده مش فارقه، يعني هي ما بتفرقش معايا، يعني كلها على كده تسيح ما تسيحش مش فارقه، انا ومزاجي. يعني شوف انا الفرن دخل الفرن حبيت خليها زي ما هي ساده مع الزيت بتاعها برده اهو، زيت التوم شايفه. بس انا مش عارف اشغل براحتي عشان مش لابس جوانتي، فاهم انا بتكلم في ايه؟ اه او كده، ده موجود وده موجود، ما عنديش مانع. تعالى اطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل يا استاذ. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مع حضراتكم بنعمل فكره التشيكن سيزر سلط. سكينه مش ثانيه واحده جاي لك. تشيكن سيزر سلط، عملنا الصوص، نبدا نجرنش الطبق، نديله ايه حبه خس كده الوان مشكلين، خصايه بلدي حلوه، وقلبنا الصوص مع اول طلعه من الخس حلو، وبعد كده حطينا الخس الناشف اللي هو ما فيهوش صوص في الاول، والعكس فوقيه نفس الكلام. ممكن نعمل دي او نعمل دي. هنجيب دلوقتي بقى كده هذا الخس كجرنش، حلو الكلام. هنجيب حبه عيش كرتون كده اهو، عيش الكرتون ده بيبقى رائع جدا مع السلطه. واجيب عندي صدر الفرخه ده نقطعه كده اهو نفسه،
كده اهو. ماشي يا عم شفيق، الفراخ مستويه زي ما حضراتكم شايفينها اهي. ماشي، ونجيب الصوص طبعا الزياده جنبه مش عليه على طول، عشان برضو اللي حابب يزود يزود، اللي حابب يبقى جنبه اهو. الصوص لطيف جدا وبسيط. تعال نطلع الفرن ونشوف اتلسع ولا اتحرق ولا ايه. تمام، ما تخافوش. بسم الله، ادي العيش. اهو عيش محمص مع الجبنه ومع الزيتون ومع الخضار. لو حابين نحط جبنه ادي شكلها، حابين نحطها ساده برضو بسيطة. كل الحاجات دي طبعا ريحة التومة أعلى بكتير جدا من الخضار، طبعا زيت التوم ريحته عالية جدا، فده موجود. جميل جدا يطلع الجارليك بريد مع الخضروات، البقدونس مع الزيتون مع الطماطماية مع حبة الجبنة ومع كمان عيش المحمص، وبطريقة لطيفة جدا ما فيهاش أي صعوبة خالص لحضراتكم. ثلاث أربع أطباق أسهل من بعض، أتمنى يا رب يكون عاجب حضراتكم. أمور فيهاش حاجة صعبة، شوربة وحبة بكاتة وسلطة وعيش كفوات عشائية بالهنا والشفاء. دي كانت حلقتنا وحلقة جديدة، والسلام عليكم.